كل يوم بصير. طب الاشي عمال بسبب ازعاجك ولا لا؟ طب انت هون على مدخل سخنين، عبين ما تصل للرمزور بدك وقت طويل. بدك ربع ساعة. شكرا يا يعطيك العافية. قل لي قضية الزحمة هون ساعات الصباح. كل يوم من الساعة 7:30 للساعة 8 يوميا. في محل بمشي من هون للوتن، في محلات ثانية اللي ما فيش فيها حركة شيلي، بس الاتجاه الثاني ما فيش. من سخنين لمسقار يوميا من 7:30 للساعة 8. شو بتطالبوا انتو؟ احنا بنطالب يفتحوا الشارع السريع لتسومي تايوان يسويها فيه. شباب قول لي، هاي الزحمة كل يوم عندكم هيك وانتم متسارعين على الشغل؟ الأمر بسبب إزعاج إلكم كثير. شو الأشياء اللي بتطلبوها؟ المسؤول اللي يجي من كرمال يحطوا غاد رمزون، يحطوا غاد المشترى إنه يوقفوا المشونة من هون. غاد هي المشكلة من الغاد. برغم من هناك فيش حركة سير، بس غاد بلا في غاد حتى سير بيجي من كرمال بياخذ على مسقف هون، غاد المشكلة هون بتضل حتى سير ماسك. شكرا لك. معنا محمد مازن غنايم رئيس بلدية سخنين. يعني الازدحامات الشديدة اللي على الرمزور الغرب سخنين هذا أمر جدا مقلق ومزعج للعمال بالذات اللي خارجين من مدينة سخنين. احنا بنعرف في هاي الساعات الصباح المبكر بتوجه العمال لأشغالهم، وانه يتفاجئوا مضطرين يقفوا مرات ربع ساعة ثلث ساعة نص ساعة حتى يمروا هذا الشارع، هذا أمر جدا قاسي للعمال. طلع اللي بتحكي مظبوط أخي أمين، احنا بعثنا بأكثر من رسالة، وبالذات حكيت في أكثر من مكالمة مع مدير شرطة مسقاف. طبيعي هو في حين وعدني أنه يحط شرطي كل يوم الصبح عشان يسهل مرور السير لأهنا ولأخوتنا، لأنه شارع 805 هذا شيء يعني شريان حيوي مش بس لسخنين، للمنطقة كلها. اللي زاد الطين بلي هو عمليا كل اللي بيجوا من جهة الشمال من كرمئيل ومن المستوطنات المجاورة. علشان هيك الاشي اللي انت بتقوله اخي امين بده فحص اخرى مرة، يعني في حينه انا بعرف بعد طلبنا الرسالة اللي بعثناها للناس المختصين وحديثي مع قائد شرطة مسقاف كان تسهيل معين، وشفت انا شرطي بسهل عملية السير. فإذا المشكلة رجعت أخرى مرة، المفروض نبعث أخرى مرة رسالة نحكي مع وين لازم نحكي ونسهل لأهلنا ولأخوتنا، بالذات الموظفين والعمال اللي بيطلعوا الصبح على عملهم، المفروض نوفر لهم حياة أسهل، يعني بكفي معاناتهم على مدار كل اليوم في أعمال شاقة، فبالمفروض برضو نسهل لهم سفرهم بالروح أو بالرجعة إن شاء الله.